السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، اتفضل. مولانا، الشركة عندي في المملكة عينت معي في المكتب موظف زميل شيعي من الشيعة، ما هي ضوابط العمل معه؟ ولا يأتي بالطعام والشراب؟ هل يجوز أن آكل معه مثل ذلك؟ أنت يعني هو يذبح ولا يأكل فقط مجرد أكل؟ لا، هو يأتي بنا كما عدد السعوديين بالتمور ومثل ذلك في المكتب، يعني لا بأس، لا يجوز يجوز. شكرا، الله يبارك فيكم.